اضطر القائمون على النشاطات في المركز الجماهيري في بيتجن إلى تقليص الفعاليات التي تنظم بين جدران المركز بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة والتصعيد في منطقة الشمال. عن هذا الموضوع نريد الحديث مع مدير المركز الجماهيري في بيتجن راضي قبلان. مساء الخير أخ راضي. مساء النور، أهلا وسهلا. أخ راضي، بداية كيف هي الأوضاع في بيتجن هذه الفترة؟ على حد علمي ضوت صفارات الإنذار اليوم، صحيح؟ الوضع طبيعي مثل باقي البلاد، ولكن عندنا يعني زيادة، خاصة احنا قراب للحدود الشمالية. في عدة مرات اللي راح كان في عندنا ذوي صفارات إنذار، نتأمل طبيعي انه هاي تنتهي عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. كيف أثرت الحرب عمليا عليكم وعلى الفعاليات التي تنظمونها في المركز الجماهيري أخ راضي؟ نحن تابعين للمجلس المحلي كمركز جماهيري، وكل ما يقوم به المجلس المحلي نحن خاضعين لأنها الاستعدادات، خاضعين للتعليمات الموجودة من قبل الوزارات المختصة. ولكن المركز الجماهيري بناية منفردة عن المجلس المحلي، تقريبا لا توجد فعاليات، تقريبا لا توجد فعاليات. نقدر أقول إذا حطينا من سلم من 1 لـ10 فلا تساوي 1 من 10. يعني هل تلجؤون لتنظيم فعاليات عن بعد أحيانا؟ فيه نعم، هنالك في قسم من النشاطات تكون عن بعد، ولكن أنت تعرف حتى إذا كنت أنت على سبيل المثال على الزوم، سوي صفارة إنذار واحدة تكفي لوقف كل الفعاليات أيضا على الزوم. أخ راضي، كيف تحتوون الطلاب والأهل في ظل المخاوف من الوضع الراهن عمليا؟ أبدأ بنفسي، استعدادات داخل العائلة، لأنه تقريبا كل الأهالي في البيوت خاصة النساء. أما بالنسبة للطلاب، لا يوجد طالب واحد في المدارس وأيضا في المركز الجماهيري عندنا. نتعامل بمهنية، هناك طواقم في المجلس المحلي من مستشارين تربويين، مستشارين نفسيين، وموظفين شؤون الذين يواكبون أعمالهم بشكل دائم من قبل طواقم خاصة في المجلس المحلي، يقوموا أيضا بمساعدة الأهالي، وكلنا بحاجة إلى مساعدة. أخ راضي، إلى أي مدى تولون الجانب النفسي أهمية في هذه الظروف؟ أنا أعتقد أن معظم الأهالي اليوم تعي أهمية القضايا النفسية، وخاصة كلنا نعاني بهذا الشكل. هو في الدرجة الأولى أولا، قبل الناحية الاقتصادية وقبل الناحية التفكيرية والتربوية، نهتم لأولادنا في هذه، نشاركهم ونتحدث معهم بصفة بلغة مهنية تخص هذه الناحية. يعني أنتم في بيتجن معتدون على تنظيم مهرجان كان زمان، ماذا بشأن المهرجان هذا العام عمليا؟ مهرجان 12، للأسف سنضطر إلى وقف هذه الفعاليات حتى إشعار آخر، ولكن لا نتنازل عن المهرجان، ربما يكون في بداية شهر أبريل 2025 إن شاء الله. أخ راضي، يعني هل هنالك استفسارات من الأهل؟ يعني نحن نعرف أن المركز الجماهيري يقيم الكثير من الفعاليات النشاطات، هل هنالك اتصالات؟ كيف يمكن مثلا يعني أو متى ممكن أن تعود مثلا الدورات التعليمية، دورات الرياضة وهذه الأمور؟ يعني تتلقون اتصالات واستفسارات من الأهل؟ نعم، على مستوى كل الأقسام في المجلس المحلي، ابتداء من رئيس المجلس المحلي، لأن هنالك جلسات لمدراء الأقسام، ونحن نسمع ونعي ونبادر أيضا إلى إقامة مشاريع تربوية تثقيفية بكبسولة يسموها حتى 30، ولكن بحذر شديد جدا جدا. الرئيس المحامي نزيه دبور يعي أهمية هذه الأمور، وقد منع عدة فعاليات حتى لو تم المصادقة عليها من قبل الصين. أخ راضي، دعنا نذهب كذلك إلى يعني كونية المركز الجماهيري. كيف أنتم كموظفين،
كعاملين في المركز؟ هل من تعليمات يعني أصدرت لكم في هذا السياق؟ هل هنالك يعني وصول للعاملين إلى المركز الجماهيري؟ وأنتم يعني كذلك ليس فقط الجمهور يتأثر، لكن أنتم كذلك كموظفين كمدير تأثرتم بسبب هذه الأوضاع، صحيح؟ نعم تأثرنا جدا، ونحن أيضا لنا عائلات ولنا أولاد في البيوت، وأنا على سبيل المثال ابني دائما ابن 4 سنوات ونصف معي في المركز الجماهيري، وأزد على ذلك أيضا عن أمهات الموجودات. ولكن على مستوى العمل كلنا نعمل، ماذا نعمل؟ نخطط لمشاريع، نحاول شو بيقولوا استفراغ الأفكار من الرؤوس في هذا الظرف، ومررنا بالشكل خلينا نسميها فترة مشابهة في 2020 في فترة الكورونا، وكان لنا نجاحات كبيرة. كلمة أخيرة توجهها للجمهور قبل أن ننهي هذه المقابلة، تفضل أخ راضي. أولا شكرا لكم أنا ترى على متابعتكم لهذه المواضيع المهمة الاجتماعية والأمنية، وأتوجه للمواطنين في بيت جم وفي المنطقة وفي بشكل عام لمن يسمعنا أن يتابعوا التعليمات الأمنية. مهم جدا جدا أن لا نقع فريسة أي لا سمح الله، ورأينا كثير من الأشياء التي استهترت استهترنا بالتعليمات وكانت النتائج فظيعة، ونأمل أن يحل السلام، تقف الحرب، وأن نعود الانهيار الاجتماعي والثقافي وكل المجالات الأخرى. راضي قبلان مدير المركز الجماهيري كنت معنا، من مدير المركز الجماهيري في بيت جان كنت معنا من بيت جان، شكرا جزيلا لك، شكرا كثيرا، شكرا. شكرا لكم. مشاهدينا إلى فاصل إعلاني وعودوا إلينا.